بيان عاجل من الضرائب بخصوص الوحدات السكنية، يعني لو ليك أي عقار مأجره أو بتكسب منه فلازم تعرف إنك هتدفع ضرائب حسب قانون الضرائب، والحكومة بتشدد يا تدفع الضريبة يا تدفع الغرامة. السؤال اللي بيجي في بالنا كلنا هو ليه الوقت ده؟ طب يا ترى الضريبة دي كام؟ هل في حالات معفية من الضرائب ولا لا؟ واللي مش هيدفع مصيره إيه؟ تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف كل التفاصيل. أنا آية الوليلي، كمل معايا باقي الفيديو. زي ما سمعت كده، مصلحة الضرائب طلعت تنبيه عام وعاجل، وده لكل الأشخاص الطبيعيين اللي بيمتلكوا وحدات سكنية أو وحدة مصرفية أو محل بيأجروه، سواء الإيجار ده لمدة محدودة أو إيجار مفروش، كل دول عليهم ضرائب ومطلوب منهم إخطار المأمورية المختصة في المنطقة. حسب ما تم نشره في بوابة الأهرام، إن أي إيراد من الشقق دي يخضع للضريبة الإيرادية على الثروة العقارية، والحكومة بتحذر أي حد هيمتنع من دفع الضريبة هيتعرض للمساءلة القانونية، وده حسب قانون الأحكام وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. طبعاً في ناس زمانها بتسأل دلوقتي، هو ليه اتعمل قانون الضرائب بالفترة دي بالذات؟ السؤال ده جاوب عليه رئيس مصلحة الضرائب، وقال إن الضريبة مش مستحدثة أو جديدة، هي أصلاً موجودة بس ظهرت للنور نتيجة لزيادات حالات الإيجار بمبالغ كبيرة. طب يا ترى نسبة الضريبة كام؟ قال رئيس مصلحة الضرائب إنه عند احتساب الضريبة على الثروة العقارية بيتحسب 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكومية. قال كمان إن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وده حسب مستوى الصافي الأرباح من الإيجارات. طب بالنسبة للناس اللي مش هتدفع الضريبة أو اللي هيتهربوا منها، مصيرهم هيكون إيه؟ دول بقى هيدفعوا غرامة على اللي ما تسددش قبل كده من الضريبة، والغرامة بتتحدد حسب سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، وده في الأول من يناير من زيادة إضافية 2%. ده كمان لو عندك عقار وقيمته السوقية تعدي 2 مليون جنيه، ساعتها بتحسب عليك ضريبة عقارية وضريبة ثروة عقارية. طبعا مش محتاجين تعرفوا ان اي شخص كده معاه اي عقار سواء مأجره فهو محتاج يقدم اقرار ضريبي، وده علشان ما يتسألش في اي مسألة قانونية. بس خد بالك في حالات معفية من الضريبة. طيب هي ايه؟ الحالات دي هي اللي صافي الايراد السنوي ليها من التأجير سواء كان مفروش او محدد المدة ما يعديش 21,000 جنيه، كمان لو موظف وعنده ايراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل بتاعه لا يتجاوز 21,000 جنيه، فده برضو معفي من الضريبة. انت بقى سمعت عن الضريبة دي قبل كده ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.